يا ان شاء الله النهارده هنستكمل الرد على الاستفسارات والتعليقات اللي جت على الاسبوع الاول. فاول حاجه كان سؤال: من اي ماده يصنع عطاء ذلك المذبح اللي هو ده؟ بصراحه بعد ما دورت على النت ما لقيتش اسماء المواد يعني واضحه بالنسبه لي خالص، ولكن اعتقد ان هو ممكن تبقى حاجات يعني عندها قدرة على إنها تمتص طاقة الشمس أيا كانت بقى، ففي في رينج كبير من المواد عامة. وممكن يعني يساعدنا في الإجابة على السؤال ده مواسير بتاع السخانات اللي بتبقى موجودة في السوق دي من أي مادة بتستعمل. المواسير نفسها لوحدها متوفرة في الأسواق، معرفش، بس أنا اللي أنا أعرفه إن السخان كله على بعضه بيبقى متواجد في الأسواق دي. أول حاجة. تاني حاجة، السخان نفسه بقى بيبقى الطلق بتاعه من ايه؟ السخان عادة، الخزان نفسه عامة اغلب الوقت بيبقى من نيكل اسود او كروم الاسود او تاينوكسيد الازرق. اما المواسير اغلبها من البوروسيليكات، وعادة بتبقى مصورتين جوه بعض، بيحاول ان هو يحتفظ يعني بالحرارة وفي نفس الوقت يعمل لها انكريز بشكل اقل شوية، يعني ان هو يخفف برضو الضغط من على الخزان نفسه عن طريق المواسير. بس من اي مادة يصنع ذلك الغطاء؟ لسه مجاوباها ان انا ما عرفتش اوصل لحاجة معينة. العبارات العلمية ممكن احكيها بالفرنسية ولا بالانجليش. طيب انا عندي مشكلة ان انا نقطة انا احكي المصطلحات كلها يعني بالعربي بالانجليش عامة، يعني بحاول على قد ما اقدر ان انا بقولها بالاتنين، لان انا يعني استخدمت العربي والانجليش في الدراسة. اما الفرنساوي انا بقالي تقريبا 10 سنين اصلا بدرسش فرنساوي، وحتى انا كنت بدرسه كان اساسيات اللغة بس في السلام والتعامل، فحتى الان هو ضايع معايا او في الوقت الحالي هو شبه مش فاكرة 3 ارباع. فاعذريني جدا على النقطة دي، انا بعتذر لك. انا ما هو المعدن الذي يستخدم لطاقة الشمس؟ اوكي، المعدن اللي بيستخدم في التقاط الطاقة الشمسية تقريبا هي قصدها هنا على تدفئة المنازل، بيستخدمها نفس المعادن اللي احنا قلنا عليها في السخانات الشمسية من شوية. تيارات الحمل. اوكي، هو المفروض تيارات الحمل هي عبارة عن الهواء نفسه عامة بيبقى له حركة طبيعية نتيجة ان هو بيسخن وبيبرد. سخونة الهواء دي بتفرق معانا في كثافته، فبالتالي لما بتتغير كثافته بيتغير مكانه. عشان كده بنلاقي ان الهواء لو احنا قاعدين في اوضه مغلقه الهواء السخن فيها دايما بيتحرك من تحت لفوق، لو هو يعني في عندنا مصدر سخونيه تحت بيطلع لفوق، والعكس لو الهواء ساقع فوق هتلاقيه بيبتدي تدريجي ان هو بينزل لتحت وبيحل محله هواء تاني. ممكن نشوف تيارات الحمل دي بشكل مختلف على نقطة بقى الغازات بس مع بعضها. في حالة ان بيحصل ايه؟ بيحصل اختلاف للضغط نفسه، فبالتالي بتلاقي ان الاكسجين دايما بيركز تحت خالص في قاع الغرفة. عشان كده بيقولك لو حصل حريق خالص والناس مش عارفة تتنفس خليهم يحاولوا ينزلوا على الارض، يعني طالما ان هما في المكان ده سيفد بالنسبة لهم مش هيوصلهم نار، خليهم يقعدوا على الأرض أو يقربوا وشهم يعني من الأرض أعزكم الله عشان يلاقوا أكسجين أكتر. تمام. شكرا جزيلا لكم، وبقية الاستفسارات في الجزء الثالث، يعني واضح إن الاستفسارات كانت كتيرة أوي بالنسبة لي المرة دي. بس شكرا جزيلا.